هنتكلم النهاردة عن حاجة أول مرة نتكلم عنها، والحاجة دي تمنها مش غالي لكنها مفيدة جدا وهتساعدنا جدا في حل مشاكل بتواجهنا أثناء تربية الفراخ البيضة. والحاجة دي من الطبيعة وملهاش أي أضرار ولا أثار جانبية، وكل مربي الدجاج الأبيض على علم بيها وبفوائدها وبيستعملوها علشان بتحللهم مشاكل كتيرة جدا احنا في غنى عنها في تربية الطيور أو الفراخ البيضة خصوصا. ومن أهم المشاكل رائحة الفرخ وغاز الأمونيا. كلنا عارفين ان رائحة الفرخة وغاز الأمونيا من اهم المشاكل اللي دايما بتسبب مشاكل في اعين الدجاج والجهاز التنفسي، والحاجة دي اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة قادرة على التخلص من غاز الأمونيا تماما. علشان تعرف الحاجة دي اعمل لايك على الفيديو واشترك في قناة طيور فوق السطح وشير الفيديو عند كل حبايبك، ويلا بينا على المهم. اتكلمنا كتير قبل كده عن مشكلة غاز الأمونيا وعن قد ايه انه مضر جدا لصحة الفراخ او اي طيور عندنا عموما، وهو من المشاكل اللي بتواجه المربي سواء اللي بيربي في المزارع او اللي بيربي في البطاريات او اللي بيربي في المنازل. كلهم بيشتكوا من رائحة الفرشة وانبعاث غاز الامونيا منها، وده بيسبب امراض زي ما قلنا للدجاج وازعاج لمربي الدجاج وكمان كل اللي حواليهم طبعا بيشتكوا من الامر ده ومن الريحة دي. وطبعا ريحة الفرشة السيئة دي بتكون كمان سبب في لم الحشرات زي الناموس والذباب وغيره، وده كله تلوث مضر جدا على صحة الفراخ. الحل المعهود والمعروف والمتكرر اننا بنهوي المكان تهوية غير مباشرة على الفراخ. طبعا التهوية لازم تكون غير مباشرة على الفراخ علشان ما يتعبوش من التهوية المباشرة. ومن الحلول برضو اننا بنرش جير ابيض على الزرق بتاع الفراخ او المادة اللي اسمها CBL، واي حاجة من دول دورها انها تمتص غاز الامونيا وبتخلي الريحة تروح تماما من المكان ومن الفرشة. بس الحل بتاع فيديو النهاردة مش بس بينظف الفرشة ومش بس بيمنع الرائحة الكريهة، ده كمان له فوائد تانية اضافية للفراخ نفسها. الفوائد دي زي انه بينظف معدة الفراخ لو اكلت اي حاجة وحشة، ومفيد في حالات الاسهال عند الدجاج، ومفيد في حالة التسمم الدوائي برضو عند الفراخ، ويمكن استخدامه لجميع انواع الطيور وهيكون مفيد ليهم جميعا. ومن مميزاته انه رخيص جدا وتقريبا موجود في معظم البيوت خصوصا في فصل الشتاء وفي البرد اللي احنا فيه ده. طبعا احنا قربنا نعرف كلنا ايه هو، لان في ناس كتير بتستخدمه في البيوت للتدفئة وللشوي احيانا. الحاجة دي هي الفحم. الفحم من اهم الحاجات اللي بعض الناس بتغفل عنها في مشروع تربية الدجاج، رغم انه له فوائد كتيرة زي ما قلنا، وهو مميز عن كل الحلول التانية في عملية القضاء على غاز الأمونيا. مميز في ايه بقى؟ مميز في انه بيساعد على الهضم كمان، وبيساعد على تقوية صحة الدجاج او الطيور اللي عندكم، لانه بيخرج غاز الامونيا زي ما قلنا، وله تأثير فعال جدا في الموضوع ده. استعماله بقى عن طريق اننا بنجيب الفحم ده وبيتكسر زي حبة القمح، وبيترش بعد ما نرش طبقة من الجير، يعني نرش طبقة من الجير الاول وبعد كده نرش فوقيها طبقة الفحم اللي قلنا عليه. كده احنا بنحاصر غاز الامونيا تماما و عملنا معاه كل الحلول الممكنة علشان نتخلص منه الى الابد. وطبعا ما تنساش بعد كل الكلام ده تعمل لايك على الفيديو وتشترك في قناة طيور فوق السطح وتاخد لك لفة في القناة، هتلاقي فيديوهات كتيرة تخصك وتخص كل مربي الطيور. ونشوفكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.